السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ معاكم عبير من قناة منوعات بوتة. وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات، معلش انا عارفة ان انا اتأخرت عليكم شوية. النهاردة هنكمل مع بعض تلات اسماء من اسماء الله الحسنى. بس قبل ما نقول اسماء الله الحسنى، عايزة ابتدي معاكم بقصة بعتتها لي واحدة من المتابعين. الأول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. مساء السعادة، مساء الأمل، مساء اليقين، مساء السعادة والأمل واليقين بالله. النهاردة الرسالة دي قالت لي إن أنا أعرضها عليكم. بتقول أنا كان عندي في البيت بتاعي جيراني ناس صعب جدا، أخلاقهم صعبة جدا، ألفاظهم برضو صعبة، دايما سب الدين في من الصبح كده على لسانهم. فأنا كنت بتأذى جدا وخايفة على ولادي ولما يسمعوا الكلام ده ولما يسمعوا سب الدين دوت. فافتكرت رسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما قال من استجار بالله أجاره ومن استعاذ بالله أعاذه. فبقيت كل يوم أقوم أقول أعوذ بالله من هذه الجيرة، أعوذ بالله من الناس دي، أعوذ بالله من الجيرة. بتقول فضلت أرددها كل يوم كل يوم، لقيت إن ربنا أكرمني والناس دولت اتنقلوا لمكان تاني خالص، سابوا البيت واتنقلوا فيه. فطبعا انا قعدت احمد ربنا. هي الست دي ست بسيطه جدا، يعني علاقتها يعني كل اللي بتعرفه في الدين هي صلاتها، ومش عارفه اي دعاء معين ممكن تقوله، بس افتكرت قول رسول الله فابتدت تردده كل يوم. حاجه تانية ان هي بقى تقول احنا مرينا بضائقه ماليه كبيره وكان جوزي سايب شغله، فبقيت أقول أعوذ بالله من الفقر والحاجة، أعوذ بالله من الفقر والحاجة. فضلت ملازمة الدعاء دوت وفضلت تردده كتير جدا لحد ما ربنا كرم جوزها واشتغل تاني ودخله بقى كويس. فقالت لي يا ريت تقوليها للمتابعين بتوعك عشان يستفيدوا منها زي ما أنا استفدت منها. طيب احنا نكمل اسماء الله الحسنى، واحنا وقفنا الفيديو اللي فات عند المعيد. المعيد انه يبدئ ويعيد، بمعنى ان في ناس ممكن تعمل انجاز كبير جدا في لحظة، عشان تطلب منهم ان هم يعملوا نفس الانجاز ده تاني او يكرروه صعب. يعني لاعب الكرة مثلا ممكن يدخل جون وهم، لو جاء نفس الموقف مش هيعرف يدخله تاني او مش هيعرف يعمل الجون ده تاني. اعظم الشعراء ممكن يكتب لك قصيدة جامدة جدا، بعد كده ما يقدرش يكتب واحدة تانية زيها. اكبر الشعراء اللي هو عمل المعلقة اللي على جدار الكعبة ما يقدرش يكررها تاني، يعني هو عملها في لحظة وما يقدرش يعملها تاني، بس ربنا قادر ان هو يكرر ويعيد معجزاته مرة واثنين وتلاتة ومليون. فده المعيد. بعد كده عندنا الرافع، رافع الدرجات، هو اللي بيساعدك في كل حاجة، بيرفعك في العبادة، بيرفعك في الصيام، بيرفعك في الصلاة، على طول بيدفعك ان انت تكون اقوى في عباداتك. عندي اسم كمان، أسماء الله الحسنى على فكرة بتبقى ساعات أسماء وصفات، عندنا الجامع. كل إنسان فينا عنده ممكن 30 حلم، مين ممكن يجمعهم لك كلهم ويحققهم لك في وقت ممكن يكون تحقيقهم مستحيل؟ هو الجامع، ان هو بيجمع لك
شتات أفكارك، خلافاتك، خلاف صراعاتك بينك وبين نفسك، بينك وبين أحلامك، بيجمع أحلامك وطموحاتك، قادر إن هو يحققها لك في وقت ما أنت حاسس إن هي مستحيل تتحقق. في عندنا اسم أو صفة المانع، اسم عظيم جدا، ربنا بيمنع عنك الشر سبحانه وتعالى، بيمنع عنك كل أذى وكل شر أنت ممكن تكون متخيل إن هو خير ليك، بس هو من جواه شر مش خير. في فيديو كان منتشر على الفيسبوك أو على تويتر، الفيديو ده عبارة عن ضفدعة، يعني سمكة طالع منها ضفدعة، يعني الضفدعة بلعت السمكة، بلعت ضفدعة، جاء صياد اصطاد السمكة دي، لما اصطاد السمكة دي وهو بيصطادها بيطلعها الضفدعة خرجت لبره، فرب يعني هي لما بلعتها كده خلاص عرفت ان هي في هلاك، ان هي خلاص الضفدعة دي مش هتقدر تطلع تاني، بس ربنا قدر ان هو يهلك عدوها اللي هو السمكة، ويخلي واحد يصطادها وتطلع هي لبره. فربنا قادر ان هو يهلك عدوك وينجيك. ما تيأس مع ربنا، خليك واثق دايما ان ربنا قادر، ان ربنا قادر. خلي ايمانك قوي جدا بالله، ان الحاجة اللي انت يائس فيها او يائس منها ربنا قادر ان هو يحققها لك في لمح البصر. احنا ممكن نكون متخيلين ان احلامنا مستحيلة، ان حياتنا مستحيلة، ان وضعنا اللي احنا فيه مستحيل، بس مفيش مستحيل مع ربنا. ربنا بيحقق لك كل اللي انت عايزه بس في وقته، في الوقت اللي في صالحك انت. يعني هو ربنا انت لما بتدعيه دلوقتي هو قادر يحقق لك الدعوة كن فيكون، يعني يحقق لك دلوقتي، بس ربنا بيأجلها للوقت اللي في صالحك انت، لان هو العالم اذا كانت الامنية بتاعتك دي فيها سعادة ليك ولا فيها هلاك ليك، وان هي لما تتحقق في الوقت اللي هو شايفه هتكون افضل ليك انت. فدايما خلي ثقتك بربنا كبيرة وإيمانك بيه قوي. يا رب أكون أفدتكم، ويا رب تكونوا قدرتوا تجمعوا في الفيديو دوت كم حاجة مفيدة، وعايزة أشوف في تعليقاتكم، وعايزاكم تفتكروني بدعوة، ولو عجبكم الفيديو أعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصلكم فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.